ألا بيمكن أشرح لي وكلام جريء وتصريحات جريئة للإعلامي سيد علي بشأن صرف 80% من الأجر الشامل لكل صاحب معاش وتدني المعاشات؟ تعالوا بينا نتعرف على تصريحاته بالصوت والصورة. هؤلاء الذين أعطوا كل عمرهم للبلد وللدولة هم اللي حاربوا في 67 وفي 73، هم اللي قدموا الشهداء وولادهم ولاد الشهداء، هم اللي بنوا مصر، هم اللي قبطوا الحزام، هم اللي صدقوا الحكومة في كل شيء. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، حاضر نربط الحزام، حاضر اعملوا كده، حاضر. ولما جم يخرجوا الحقيقة اكتشفوا ان الحكومات المتتالية كلها كانت تتآمر عليهم، كل حكومة جاءت في هذا البلد كانت تتآمر على أصحاب المعاشات. مرة تانية وأنا مسؤول عن الكلام ده، كل حكومة جاءت في هذا البلد كانت تتآمر على أصحاب المعاشات. لما يخرج صاحب المعاش ويكتشف إن أستاذ جامعة ولا مدير تحرير في صحيفة كبيرة، ولا الناس متخيلة إنه بقى إيه، إنه ياما هنا وما هناك، عميد كلية بيخرج معاشه 1800 جنيه، مدير تحرير أكبر صحيفة في مصر بيخرج معاشه 1500 جنيه، اشتغل 36 أو 37 سنة بيتخصم منه فلوس قد كده، وبعدين يجي يقول له إيه؟ أصل مفيش فلوس، أصل إحنا كنا الأجر المتغير مش بنعمل عليه، أصل إحنا مش عارف إيه، لأن في كارثة في البلد دي. عمل يعني أفهم إن الناس تنصب، إنما الدولة لما تقوم تدور على المخارج تقول لك ده الأجر الثابت 10 جنيه، وبعدين الأجور المتغيرة 1000 جنيه. لما تيجي تطلع حضرتك بيحاسبك على ال10 جنيه المعاش بتاعك ده باختصار شديد. حاولنا واتكلمنا وقلنا، انما نتيجة لان اصحاب المعاشات ما عندهمش لوبي، ما عندهمش صوت قوي، البرامج ما بتتكلمش عليهم كويس، وعارف الكلام اللي انا بقوله ده بيضايق ناس كتيرة جدا. بس الناس دي سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وانا اظن اننا لا نوقر كبراءنا في هذا البلد. لما انت تطلعه على المعاش تديله ملاليم وما عندوش تأمين صحي يتسول علاجه ويقضي بقية ما اللي بقيله من عمره وهو قاعد منتظر مش عارف ايه من ابنه او بنته او شغل اضافي، يبقى راجل، تبقى انت ماشي بالليل في عز البرد شايف واحد 60 65 و70 وحاجه و70 سنه وشغال على تاكسي وهو راجل وده يتنطط عليه وده يعمل ده لا يجوز يا جماعه. كنت قبل شويه بتكلم بقول العداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه في البلد دي ان تنصف من اعطى كل عمره للبلد دي. مؤخرا في بوادر امل قالوا في مشروعات قوانين كتيره جدا، حتى فاجئنا النائب المحترم عبد الرازق الزنط بمشروع قانون يهدف حصول الموظف العامل على معاش بنسبه 80% من اخر اجر، وانا سالته الثابت ولا الشامل؟ قال الشامل ومسكت فيها. ده ممكن يحصل؟ اه. طب يحصل ازاي؟ هاتوا فلوس اصحاب المعاشات اللي انتوا ضحكتوا عليهم وخدتوها. الدولة المصرية في عهد بطرس غالي خدت فلوس أصحاب المعاشات لبنك الاستثمار القومي ودخلتها في الموازنة، والجزء في بنك الاستثمار القومي بتبقى الفايدة 20% ويديهم مش عارف 7% ولا إيه. لو فلوس أصحاب المعاشات اشتغلت لوحدها مش محتاجة حاجة من الحكومة. أغرب من كل ده، يأتي كل سنة يطلع وزير المالية ويطلع رئيس الحكومة وكل الناس يقول لك وهنصرف لأصحاب المعاشات وهنجيب منين؟ يا حبيبي ده انت واخد فلوسي. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، حاضر نربط الحزام، حاضر اعملوا كده، حاضر. ولما جم يخرجوا الحقيقة اكتشفوا ان الحكومات المتتالية كلها كانت تتآمر عليهم، كل حكومة جاءت في هذا البلد كانت تتآمر على أصحاب المعاشات. مرة تانية وأنا مسؤول عن الكلام ده، كل حكومة جاءت في هذا البلد كانت تتآمر على أصحاب المعاشات. لما يخرج صاحب المعاش ويكتشف إن أستاذ جامعة ولا مدير تحرير في صحيفة كبيرة، ولا الناس متخيلة إنه بقى إيه، إنه ياما هنا وما هناك، عميد كلية بيخرج معاشه 1800 جنيه،
مدير تحرير اكبر صحيفه في مصر بيخرج معاشه 1500 جنيه. اشتغل 36 او 37 سنه بيتخصم منه فلوس قد كده، وبعدين يجي يقول له ايه؟ اصل ما فيش فلوس، اصل احنا كنا الاجر المتغير مش بنعمل عليه، اصل احنا مش عارف ايه، لان في كارثه في البلد دي. عمل يعني افهم ان الناس تنصب، انما الدوله لما تقوم تدور على المخارج تقول لك ده الاجر الثابت 10 جنيه. وبعدين الاجور المتغيره 1000 جنيه. لما تيجي تطلع حضرتك بيحاسبك على ال 10 جنيه المعاش بتاعك. ده باختصار شديد. حاولنا واتكلمنا وقلنا، انما نتيجه لان اصحاب المعاشات ما عندهمش لوبي، ما عندهمش صوت قوي، البرامج ما بتتكلمش عليهم كويس؟ وعارف الكلام اللي انا بقوله ده بيضايق ناس كتيره جدا. بس الناس دي سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وانا اظن اننا لا نوقر كبراءنا في هذا البلد. لما انت تطلعه على المعاش تديله ملاليم وما عندوش تامين صحي يتسول علاجه ويقضي بقيه ما اللي باقي له من عمره وهو قاعد منتظر مش عارف ايه من ابنه او بنته او شغل اضافي، يبقى راجل تبقى انت ماشي بالليل في عز البرد شايف واحد 60 65 و70 وحاجه و70 سنه وشغال على تاكسي وهو راجل وده يتنطط عليه وده يعمل ده لا يجوز يا جماعه. كنت قبل شويه بتكلم بقول العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه في البلد دي ان تنصف من اعطى كل عمره للبلد دي. مؤخرا في بوادر امل قالوا في مشروعات قوانين كثيره جدا، حتى فاجئنا النائب المحترم عبد الرازق الزنط بمشروع قانون يهدف حصول الموظف والعامل على معاش بنسبه 80% من اخر اجر. وانا سالته الثابت ولا الشامل؟ قال الشامل ومسكت فيها. ده ممكن يحصل؟ اه. طب يحصل ازاي؟ هاتوا فلوس اصحاب المعاشات اللي انتوا ضحكتوا عليهم وخدتوها. الدولة المصرية في عهد بطرس غالي خدت فلوس أصحاب المعاشات لبنك الاستثمار القومي ودخلتها في الموازنة، والجزء في بنك الاستثمار القومي بتبقى الفايدة 20% ويديهم مش عارف 7% ولا إيه. لو فلوس أصحاب المعاشات اشتغلت لوحدها مش محتاجة حاجة من الحكومة. أغرب من كل ده يأتي كل سنة يطلع وزير المالية ويطلع رئيس الحكومة وكل الناس يقول لك وهنصرف لاصحاب المعاشات وهنجيب منين؟ يا حبيبي ده انت واخد فلوسي. اسف مره اخرى على الاطاله، كان معكم سيد شاكر من قناه شرح لي، اشوفكم على خير.